أكملت جواب الشيخ عنا. نعم. أقول استرسلنا في هالمسألة. أحسنت. وما أسمع الجواب. القضاء في الشرع إنما هو، واللغة بطبيعة الحال ليس بمعنى أداء العبادة في غير وقتها، هذا المعنى اصطلاحي ليس شرعيا ولا لغويا. اللغوي هو الإتيان بالعبادة بتمامها، كما قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هل أحد من العرب بل من العجم أمثالي يفهم قضيت الصلاة يعني أديت في غير وقتها؟ طبعا لا. إذن فإذا قضيت الصلاة يعني أتمت فانتشروا. كذلك قوله عليه السلام، بل قوله تعالى قبل ذلك: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذا كذاك تماما، انتهيتم من قضاء المناسك. مش كما قيل حج الناس راجعة، حج الناس راجعة، الناس راجع من الحج ورايع يحج إيه قضاء. لا، فإذا قضيتم مناسككم يعني في الوقت المشروع. وكذلك قوله عليه السلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فاتكم فقضوا. ومن أجل هذه الرواية الثانية ولسوء فهم الأعاجم من الفقهاء بتاع مذهبي أنا الحنفي، اختلفوا مع جمهور الفقهاء أن المسبوق مثلا بركعة أو أكثر إذا دخل في الصلاة وفاتته ركعة، فهل حينما يقوم ليؤديها هذه الركعة تكون